السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم أسرار. أعتقد أن الكثير منكم يواجه مشكلة الدخول إلى استوديو يوتيوب بالاعتماد على متصفح جوجل كروم الخاص بالهاتف، وإن شاء الله في هذا الفيديو سأريكم الطريقة الصحيحة التي يمكنكم الاعتماد عليها من أجل الدخول إلى استوديو يوتيوب من دون أي مشاكل. من أجل الدخول إلى استوديو يوتيوب تقومون بفتح المتصفح الخاص بجوجل كروم، نضغط على ثلاث نقاط الموجودة في الأعلى على اليمين، نضغط على خاصية فيرسيون بور أورديناتور، ثم نعيد الكرة ونتأكد أننا فعلنا خاصية فيرسيون بور أورديناتور، ثم نذهب إلى المتصفح ونكتب العنوان الذي ستجدونه أسفل الفيديو. ثم ندخل إلى يوتيوب ستوديو، ننتظر قليلا، وهكذا قد تمت العملية بنجاح وأننا في استوديو يوتيوب. هنا ستلاحظون ستجدون كل شيء، الإحصاءات للقناة وكل شيء يتعلق بالقناة. إن أعجبكم موضوعنا من قناة أسرار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.